أخبار اليوم. تكلمنا كثيرا عن مراكز المعلومات في الكرة. هل هناك واقع يؤكد أن هناك فعلا مراكز معلومات فاعلة في الكرة عشان أقدر أعمل حكومة إلكترونية؟ هذا هو أيضا تحدي أمام العاملين في هذا القطاع. ويمكن أنا طلبت من السيد الوزير التنسيق مع وزير التنمية المحلية لعقد مؤتمر كبير جدا لمراكز معلومات الكرة.